نسألك اللهم طبنا، اللهم احسن خاتمتنا، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم إنا نسألك الخاتمة الحسنة، اللهم إنا نسألك الخاتمة الحسنة. شاب نشا في طاعة الله ومرضاته، لكنه نسأل الله الثبات، سرعان ما تركب عن الطريق، انتكس رأسا على عقب، ألف المعاصي جاهر بها وانتكس، ترك الصلاة وترك الطاعة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ألف المعاصي وجاهر بها حتى مرض واشتد عليه المرض، وفي ليلة بلغ به المرض مدى، كان أهله جلوسا حفله، كانت أمه تدخل عليه الغرفة وتذكره بالصلاة وتردد صلي ولو على جنبك يا بني، صلي لعل الله أن يشفيك ويعفو عنك. أكثر من الاستغفار، بدأ يتضايق من هذه الكلمات والنصائح، بدأ يتضايق، طلب من أخيه الصغير المصحف، أخذه فرفعه في وجه أمه ورماها به في وجهها. اللهم إنا نسألك ورماها به في وجهها وهو يقول لا تدخلي علي. رماها يرمي والدته حتى بدأ الدم ينزف من أنفها وأسنانها وهي تبكي وتقول سامحك الله يا بني، لا تترك الصلاة، لا تترك طاعة الله، إني أخاف عليك، إني أخاف عليك عذاب يوم عظيم. وصينا الإنسان بوالدين حملته أمه، وهنا على وهن، وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وهي تردد سامحك الله، وما هي إلا أيام حتى مات، يقول الذي غسله والله لم أستطع أن أكمل تغسيله من رائحته النتنة التي تخرج من فمه وجسمه، ولم تقف هذه الرائحة حتى دفناه، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. يا من لا يبالي بسخط ربه وغضبه اتهناه، يا من حياته وأوقاته وبيته مليء بالمحرمات والمنكرات اتق الله. أما علمتم أن الموت الذي تخطاكم إلى غيركم سيتخطى غيركم إليكم؟ أما تخافون من الله؟ أما تخشون من عذاب الله؟ أنسيتم أنكم إلى الله راجعون وبين يديه منفوفون وعلى أعمالكم مجزيون؟ أنسيتم أنكم على تقصيركم محاسبون وعلى تفريطكم نادمون؟ فاستدركوا أنفسكم قبل الممات، قبل الممات تداركوا أنفسكم قبل الختام، تداركوها بجبة. فلا يتوبون إلى الله، أفلا يتوبون إلى الله، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، والله غفور رحيم، والله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة الصوت الإسلامي على الشبكة العنكبوتية تقدم